عندي المشكل على لاكارت، عندي المشكل ديال لاكارت انا بغيت نصاوب لاكارت ما بغاوش يصاوبوا لي في المقاطعه. كنمشي للمقاطعه كنقول لهم عطوني شهاده السكنه ما كيبغيوش يعطيوها لي. مشيت للكوميسيريه قالوا لي انتم تحولتوا. مشيت انا تضربت في راسي مشيت للكوميسيريه بغيت نديكلاري قالوا لي لاكارت ما عنديش لاكارت. بقى راسي مشقوق صافي. مشيت للسبيطار قالوا لي لاكارت قلت لهم ما عنديش لاكارت. بقى راسي مفرقع والله الا راسي مفرقع بالله. ست الغرزات ولا ما عرفت سبعه الغرزات. ومشيت عندهم على باش قالوا لي ما كاينش لاكارت ما عندنا ما نديرو لك. وبزز تا المهم هذا باش بقى مع تطلبناهم وداك الشيء هذا داروا لي خيطوا لي وقلت لهم دير لاكارت راه طايحه عليا وراه ما مصوبهاش وهذا هو المشكل اللي عندي انايا. والمهم دابا انا كنطلب منكم تصاوبوا لي لاكارت ديالي وصافي. هاد الناس هادو كلهم كيطلبوا باش يصاوبوا لاكارت ديالهم. دوار الحاجه فاطمه كاين هنا سيدي بقى 16 واحد اللي كاين عندنا حنا دابا هنا السكان هادو محسوبين محسيين ومحسوبين. واللي جا كيحسبنا وكيمشي ماشي زعما محسوبين هكا. كلشي كيعرفنا كلشي كيعرفنا ما كاينش اللي ما كيعرفناش. تعرفنا الكوميسيريه كتعرفنا المقاطعه كلشي كيعرفونا بانهم راه ساكنين هنا وما باغيش يصوبوا لنا لاكارت. دابا راه مشكله صاحبي والله الا مشكله بالله. ولدي صوب لاكارت شي اربع شهور دابا ولا خمس شهور باش صوبوها لي حيت عنده الباك وصوبوها لي. صوبوها لي شي عام تقريبا دابا شي عام باش صوبها. على هاد الادريس ها هي 26 ها هي نجيب لك الفوتوكوبي ديالو ديالو ديال لاكارت ديال ولدي هي عندي تاعي كلشي عندي انا حتى شي حاجه ما كتخطاني. وملي كنمشي عندهم انا كيقولوا لي لا انت راه راك تحولتي او وانا تحولت وانا باقي ساكن. راه ما يمكنش راه ما يمكنش هادشي. هادشي راه هادشي راه حماق. هادشي راه ما كيدخلش للبال. خاص الانسان وهو يشوف يشوف محال الدرويش يشوف يشوف فيه ماشي يزيد يحكو يحكو لا يشوف فيه يشوف فيه مسكين. راه انا راه درويش انا راه دوزت العجب. وان ان الله غفور رحيم الله تيغفر الانسان. وانتم انتم ما بغيتوا ما محشوماش تصوبوا لنا هاد لاكارت هادي 16 واحد اللي كاين هنا كلها باغا تصوب لاكارت وكلهم كينتظروا في لاكارت من عند هاد الناس هادو. وتا واحد ما بغى يحل لهم شي باب فيما كيمشيو كيقولوا لهم سيروا سيروا. الراميد قاد الانسان الراميد اللي كيداويو به ساله بغى يعاودوا قالوا لهم صافي راكم تحولتوا وبقيتوا ساكنين ومصاوبين لهم الراميد ومصاوبين لهم كلشي مصاوبينه لهم. ولكن كلشي تقادى راه كيتقادى داك الشيء 10 سنين وما عرفتش شحال دايرين في الراميد 10 سنين حتى ولا ما عرفت 5 سنين من العام للعام واقيلا ولا ما عرفت. حنا زايدين هنا ولاد الدرب والدينا هما ساكنين هنا الفوق بدرب خور. لاكارطا هي فيها عين الدياب دوار الحاجة فاطنة وسالت لي ما بغاوش يعاودوا قال لك لا انتم ما ساكنينش هنا والديكم استافدوا. ولكن والدي انا هما باقي ما استافدوا ما والو هما ساكنين دوار الحاجة فاطنة ولكن من الفوق. وانا ساكن هنا وعندي ثلاثة الوليدات من 96 كنطلبوا هاد الناس يصوبونا على كارطات من اللي حنا ما ساكنينش هنايا. هاد لاكارطا اش فيها؟ ها هي راه فيها دوار الحاجة فاطنة عين الدياب جماعة انفا وما ساكنينش هنايا. هذا راه التعدو ما بغاوش يعطينا لاكارطات راه التعدو هذا صوبونا على كارطة ديونا راه حنا باغيين نخدمو. انا راه من 2017 ما قرقبتهاش راه مريح راه كندور من هنا. انا بطل البحر جاب الله ما جابش الله راه كن اش غنهز انا جنويه نمشي نكريسي. راه كبرت راه 50 عام وكنت باقي صغير نقدر ندير داك الشيء. تعاونوا معنا الله يرحم لكم الوالدين وصوبونا لاكارطة ديونا.